مدير المركز العربي للبحوث والتحاليل بجنيف. سي رياض مرحبا بك. مرحبا بك وشكرا على الدعوة. سي رياض، ما الذي يفسر عنف ردود الأفعال في بعض الدول العربية والإسلامية بالإضافة إلى استفزاز الشريط لمشاعر المسلمين والمس من مقدساتهم؟ والله أنا استمعت للتفاصيل يعني ما حدث، لكن الآن أريد أن أعطي يعني ملاحظات السوسيولوجية لفهم الظاهرة ككل، لفهم الظاهرة العامة. أول سؤال كبير هو يعني من يقف وراء هذا الشريط؟ أنا شاهدت في حوالي 14 دقيقة اللي هي اللقطات الإشهارية، هو رديء جدا، لا علاقة له لا بالسينما ولا بالإبداع الفني ولا بالجمال، هي سلسلة شتائم ولوحات كاريكاتورية تسخر وتستهزئ من رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. إذا باعتراف أيضا وزارة الخارجية الأمريكية باعتراف الأمريكيين أنفسهم الذين لم يتبنوا هذا الشريط ولذذوا به. لكن في نفس الوقت حدثت هذه التحركات. أول ملاحظة سوسيولوجية هي أن حدثت في دول الربيع العربي، مش في السعودية، مش في قطر اللي يدعوا أنه يعني ينصروا الإسلام ومثل الإسلام إلى آخره، وإنما حدثت بالتحديد أعمالهم في الدول التي حدثت فيها الثورات وهي تونس وليبيا واليمن ومصر، هي التي حدثت بشكل عنيف. في هذه الدول أيضا من يحكم هي الحكومات الإخوانية أو الحكومات النهضة، أي الحكومات الإسلامية المعتدلة التي تحالفت مع أمريكا والتي ساعدتها أمريكا للوصول إلى السلطة. ورأينا الربيع العربي كانت تزيح من يعارضها من القذافي إلى بشار الأسد. وبالتالي هذه ملاحظة هامة جدا. أعتقد أن الاستراتيجية الأمريكية كانت هي الفصل بين المتطرفين الجهاديين الذين يأخذون في إطار القاعدة وهذه الحركات المعتدلة والتي تبنت وهي تطلب بشكل أو بآخر من هذه الحركات المعتدلة أن تواجه هؤلاء المتطرفين. لكن ما حدث أنه الحاكمين في تونس النهضة والإخوان المسلمين في مصر أولا لا يريدون أن يصطدموا بهذه القاعدة العريضة من الإسلاميين حتى لو كانوا متطرفين حتى ولو كانوا راديكالين، أستاذ رياض، شنو هو تأثير الأحداث هذه سواء اللي جدت في تونس أو في مختلف دول خلينا نسميها دول الربيع العربي، شنو علاقة الأحداث هذه وتأثيراتها على مستقبل العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية؟ هذا هو بالضبط ما أريد أن أصل إليه. أمريكا تريد من حركة الإخوان المسلمين ومن النهضة أن تواجه المتطرفين من نوعية القاعدة والجهادية إلى آخره، والأحزاب الإسلامية الحاكمة هي بين نارين أو بين المطرقة والسندان. فمن جهة تريد أن ترضي أمريكا لأنها تعتبر لها فضل عليها على الأقل ساعدت في إسقاط خصومها من مبارك لبن علي، ومن جهة ثانية لا تريد أن تصطدم. لاحظنا من النهضة دائما والداخلية التي زيت عليها السيد علي العريف لا تصطدم بشكل حاد وعنيف مع الحركة السياسية عندما تواجه الفنانين التونسيين وتواجه المثقفين التونسيين. الآن تواجه السفارة الأمريكية، إذا الآن هي في موقف حرج كبير جدا ولا تستطيع أن تمسك العصا من الوسط، لأن عليها أن تختار. هذا ما قلت البارحة بالفرنسية في قناة فرنسا الكاتبة الفرنسية، أن هذه الحركات التي ساعدتها أمريكا المسلطة عليها أن تختار، إما هذا التيار يعني النهج الديمقراطي وتحالفها مع الغرب ومع أمريكا، أو استدان وباستدان مع الحركات المتطرفة، أو ستخسر هي من يعني كقاعدة انتخابية، لأن ستخسر فيهم هي لما تستدان معهم. أنا أفهم من النهضة وأفهم من الإخوان المسلمين لا يريدون أن يصطدموا مع الجهاديين، لأن التيار الإسلامي العريض سينشق وسينشق بشكل كبير، وأمريكا تريد أن تفرز هذا التيار، وهذه هي الإيكواسيون المعادلة الكبرى حاليا. سي رياض، نختم معك، بماذا تفسر، كيف تفسر خروج المظاهرات في العديد من الدول العربية لا سيما مصر، السودان، لبنان، تونس، ليبيا إلى غيرها، في المقابل فما هدوء في الشارع العربي في الدول الخليجية بالتحديد؟ الدول الخليجية هي أول شيء نسميها يعني المستعمرات البريطانية الأمريكية، كلها قواعد عسكرية أجنبية من الأيدين المسلمية في قطر والقاعدة الظاهرة الجوية الأمريكية في السعودية، وهي يعني ليس بسر أن حتى وزارة الداخلية الخارجية اللي بطاقة الأفديات هم مستشارين فيها ويتحكمون فيها. ثاني شيء عندهم شيوخهم، الشيوخ دائما اللي يعزوا في
سواء كانوا فقراء بعرب الفقر يكبر عفوا واللي يعتقد ان تونس ودوله يعني ما زالت مش مسلمه والى اخره، هذا ديما سمت مطلق لان ما جاتهمش الاوامر حتى يدخلوا، ما جاتهمش اوامر الملوك والاماره حتى يصرحوا، والملوك والاماره ما جاتهمش يعني اوامر من القاعده العسكريه الاجنبيه، فهم يعني لما تحدث ازمات كبرى اخر من يتكلم يلتزمون بالصمت المطلق. لماذا؟ لانهم غير احرار، فقهاء وشيوخ غير احرار، وانما هم يعملون لصالح الملوك والامراء، الملوك والامراء تحت سيطره القاعده العسكريه الاجنبيه والاحتلال الامريكي. شكرا لك السيد رياض السيداوي. مستحيل حتى يعني لا تتحرك شوارعهم ولا تنتفض. شكرا لك، شكرا لك السيد رياض السيداوي مدير المركز العربي للبحوث والتحاليل بجنيف على هذه التفاصيل المهمه. سفيان، توقيت مثل هذه الاحتجاجات وانعكاساتها على الدول العربية وخاصة منها الدول اللي قاعدة تعرف في مرحلة انتقالية وفي حاجة للهدوء والأمن على غرار تونس ليبيا. هو التوقيت ساعة هو الفيلم عنده 10 أشهر لم